مرحبا، أنا سعيدة جدا لأنكم هنا جميعا. حسنا، هناك تصويت اليوم. الطالب الأكثر ضررا سيغادر، وربما أكثر من واحد. أصواتكم ستجمع في هذه الحقيبة الوردية الجميلة. حسنا، بوني غاضبات، لابد أن أحدا ما أغضبهم. قطط، هل جمعتم حقائبكم؟ ولماذا القطط؟ أنا لن أطرد، أنا محصنة لأنني إدارية المدرسة. ربما أنت إدارية المدرسة لكنك لئيمة ووقحة، لهذا ممكن أن تطردي. أشعر بالدوار والغثيان. بلوندي، إن تم طردك سأذهب معك. لن يقوموا بطردي، لا أحد سيصوت ضدنا، نحن من زين هذه الفيلا. ليس تماما، هل رأيت بوني كم هم غاضبات؟ إذا نحن من سنضع أصواتنا أولا ضد شخص واحد. نحن حقا نريد من شخص ما أن يغادر الفيلا هذه الليلة. سنقول وداعا لأحد ما. وأخيرا شباب، هل قررتم ضد من ستصوتون؟ فتيات، نعرف ضد من سنصوت، نحن معكم. لا أستطيع تحمل بوني، نحن نحبكم كثيرا. بلوندي وصديقاتي أيضا. قطط، لا تكذبوا. شباب، لا تصوتوا ضدي، أنا شاب رائع، أنا شاب طيب، أنتم فقط لا تعرفونني جيدا. فهمنا، أنت الأكثر قذارة هنا، أنت وقح للغاية، تقوم بالكثير من الأشياء السيئة. غير صحيح، لأنك قبلت بلوندي صوتي سيكون ضدك. إذن شباب، مستعدين لتضعوا أصواتكم؟ مستعدين. ديانا، صوتي سيكون لأقبح شاب في الفيلا، أعتقد أنكم عرفتم. شباب أسرعوا، أريد أن أقول وداعا لأكثر شخص مؤذن في الفيلا.